الله الله. قال وأكمله، تكلمنا على أقل ما يحصل به الركوع، وهنا نتكلم على أكمل ما يحصل به الركوع. وقلنا بأن أكمل الركوع أن يجعل ظهره وعنقه مستويين، وذلك يحصل بأن ينحني انحناء خالصا هكذا، بحيث يصير ظهره وعنقه كالصفيحة الواحدة. هما بيقولوا كده في الكتاب، بدل ما نقول الصفيحة هنقول كالمسطرة، كالمسطرة الواحدة. كالمسطرة الواحدة يعني إيه؟ يعني لا تقوص فيها، وليس عنده جزء مرتفع وجزء منخفض. وهذا الأكمل فهمه الأئمة مما رواه الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قالوا لو ترك استواء الظهر والعنق بحيث لم يكونا كصفيحة واحدة كره له ذلك، لأن هذه الهيئة متأكد طلبها، فتركها يؤدي إلى أنه يكون مكروه. طيب قال ونصب ساقيه، ونصب ساقيه. الساق منين؟ الساق عندك من الكعب إلى الركبة، ده بيقولوا عليه ساق. ساق وسأق يعني بالهمز وتركه. طب ولما يعني كانت هذه الهيئة بهذا أفضل؟ يعني لما ينصب ساقيه هكذا ولا يثني الساق؟ قالوا حتى يستعين بنصب الساق على استواء الظهر. تعال وأنا أقول لك، تعال هنا ومثله بالطريقة دي. ما هو ثني الساق يكون بثني الركبة. اهو وقف كده، اركع ركوعا كاملا. بس شو بقى ساقك ازاي؟ اهي اهي منصوبة، اهي اهي بص ساقك منصوبة اهي، شفت؟ مستقيمة اهي. طب اطلع بركبتك قدام. كده ولا يثني؟ لا كده انت اثنيته، بس اثناء الساق مبني على اثناء الركبه. هبص ما بقاش كده، بقى كده. لا لابد ان تنصب ساقيك هكذا. اعمل تاني كده، اهو نصب الساقين اهو. طيب اطلع بركبتك قدام، اهو بص بص الساق. ايوه الساق اهو، ايوه خرج الى الامام هكذا وليس منتصب. قال واخذ ركبتيه بيديه، يعني ويسن ان يجعل ركبتيه يعني كفيه على ركبتيه، يمسك ركبتيه بكفيه هكذا، يمسكهم هما الاثنين كده اهو كده كأنه ماسكه. هذه الهيئة أيضا سنة، رواها الإمام مسلم والإمام البخاري، يعني فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي.
وتفرقة أصابعه، يعني ويسن ألا يضم أصابعه هكذا وهو قابض بهما على ركبتيه، بل يسن أن يعني يفرق أصابعه ولكن تفريقا وسطا، يعني لا يفعل هذا وإنما يفعل هذا، خير الأمور إيه؟ أوسطها. للاتباع يعني القبض مع التفريق فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الوسطية فإنها مأخوذة من أدلة أخرى. طيب قال وجعلهما للقبلة، يعني وجعلهما للقبلة إزاي بقى؟ يعني يعمل صابعه كده وهو ماسك؟ لا، هو يقصد بجعلهما للقبلة يعني لا يأتي بهما يمينا ولا يأتي بهما شمالا، زي ما هو موجود في الشرح. يعني قوم يا شيخ خير وري لهم الصورة. ايوه كده كده، يبقى كأنه مستقبل. هات بقى صابعك كده، ايدك كده اهو، او دخلهم على جوه كده، ادي صورة كده اهو كده. تعال لهم من الناحية دي، صور للي هنا وصور للي هنا. فين يا عم الماء الساعة؟ انتوا ضربتوا على الماء الساعة بتاعتنا ولا ايه؟ طيب المايك نزل. وريها لهم بقى. لا لغاية ما يقول لك خلاص اكتفينا اكتفينا. يمنة هكذا، هاتها كده يسرة بالداخل بس، ده مش مسنون، هاتها لهم بقى بالصفة المسنونة. هكذا، وعبروا عنها بأن تكون متجهة للقبل. هدي كده خليها تحت عشان ما يبقاش في إعلان. لا سبب، أنا أخدها معايا بس، خلاص انتهينا. فهمت يا محمد يا أمين؟ ويكبر في ابتداء هوية بفتح الهاء وضمها، والفتح أفصح من الضم. ويكبر في ابتداء هويه للركوع، ويرفع يديه كإحرامه. هنا بقى في كلام طويل في المغني ينبغي أن نقرأه وأن نشرحه لكم، لأننا شايف أن عبارة المغني مغلقة، صح؟ طيب يعني إيه؟ يعني بيقول أول ما يريد الركوع يقول الله، يعني يفضل يمد 7 حركات كده ويرفع يديه إلى يعني من كبيه، ثم بعد ذلك يضع يديه على جنبيه، ثم بعد ذلك يركع. يبقى يبدأ برفع اليدين إلى أن تستوي إلى أذنه، ثم بعد ذلك يضعهما، ثم بعد ذلك يكمل ركوعه. اقرا كده بقى شيخ خيري اللي عندك في المغني بيقول ايه. قال ويكبر في ابتداء هويه للركوع، ويرفع يديه كإحرامه، يعني كما يرفعها في الإحرام، يعني في أصل الرفع لا في صفة الرفع، لأن الرفع في الإحرام معناه ايه؟ أن يبتدئ التكبير مع ابتداء الرفع، وأن ينتهي التكبير مع الوضع. هنا على خلاف هذا، يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير، ثم بعد ذلك يضع يديه، ثم بعد ذلك وما زال يكبر، ثم بعد ذلك يركع، فيكون انتهاء التكبير مع استقامة الظهر والعنق. في أصل الرفع لا في هيئة الرفع، وإلا لكان يعني رفع اليدين مصاحبا لأول الركوع إلى نهاية الركوع. قوم اعملها لهم يا مولان. الأصل يعني أننا نرفع مطلق رفع اليدين مثل مطلق رفع اليدين، أما الهيئة فالهيئة مختلفة عن الهيئة.
قولها لهم كده الله. لا ما اهي الله اكبر هكذا سهله. ما انا لو عايز اشيل البتاع دي اقوم اعملها. قوم يلا اعملها له. ها واجد في شرحها الله اكبر. صح كده اجلس. يعملها تاني يا محمد يا امين ولا ما استوعبتهاش؟ يمكن عينيك راحت بصت على الباب وما بصتش عليه هو. اقرا بقى اللي عندك بيقول ايه. يكبر في ابتدائه هويه. خد يا مولانا حط دي هنا كده. ويرفع يديه كإحرامه. وقد تقدم لثبوت ذلك في الصحيحين. وقد تقدم وتقف لثبوت ذلك ها الى اخره. لثبوت ذلك في الصحيحين عن فعله صلى الله عليه واله وسلم. صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري في تصنيف له في الرد على منكر الرفع. يعني على من قال بان الرفع ليس ها سنه. يعني رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام ألف الإمام البخاري كتابا يرد على من قال بأن الرفع في غير تكبيرة الإحرام ليس بسنة. وقد يعني نقل عن جملة كبيرة من الصحابة أنهم يفعلون هذه الهيئة في غير تكبيرة الإحرام. ها وقال البخاري في تصنيف له في الرد على منكر الرفع رواه 17 من الصحابة. ولم يعني رواه الرفع ها. ولم يثبت عن أحد منهم عدم الرفع. صحيح خلاص ما ثبتش عن أحد منهم إنه ما كانش بيرفع. لا ده كل اللي ورد عنه ورد عنهم إن هم كانوا بيرفعوا بهذه الهيئة التي ذكرناها. وقضية كلامه أن الرفع هنا كالرفع للإحرام. لأن هو شبه الرفع هنا بالرفع في الإحرام. ده قضية كلامه ده المفهوم. المفهوم إن الرفع في الهيئة هنا كالرفع في الإحرام. يعني أننا نبتدئ الرفع مع التكبير ها رفع اليدين مع ابتداء التكبير وينتهي وضع اليدين مع انتهاء التكبير. كما أنه في تكبيرة الإحرام نبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير وننتهي من الرفع مع انتهاء التكبير. فيكون ابتداء الرفع والتكبير متحدان. فيكون ابتداء الرفع والتكبير متحدين وانتهاء الرفع والتكبير كذلك متحدين. ولكن ليس هذا هو المراد. ولذلك في مطلع كلامي قلت لكم أن التشبيه هنا ليس في الهيئة وإنما هو تشبيه في أصل الرفع وليس في تمام هيئة الرفع. ها يلا. وعشان كده احنا قرأنا المغنى عشان الجملة ديت جملة مغلقة. ها وقضية كلامي أن الرفع هنا كالرفع قضية كلامه يعني المفهوم من كلامه لأنه شبه هذا بذاك. والمفهوم أن التشبيه إنما يكون في الهيئة وليس في الأصل. وأن الهوية مقارن للرفع والأول ظاهر والثاني ممنوع. إيه هو بقى الأول؟ كلامه أن الرفع هنا كالرفع للإحرام هذا هو الظاهر من كلامي. وأن الهوية يعني هو بيقول إيه؟ بيقول لك ده ليه بداية وليه نهاية. معايا؟ في تكبيرة الإحرام بدايته إيه؟ أن يكون أول التكبير اللي هي الهمزة مع أول ارتفاع اليدين إلى شحمتي الأذن. قال ده الأول مع الأول ده ظاهر ولكن الآخر مع الآخر ده ليس ظاهر. الآخر اللي هو إيه؟ اللي هو وضع اليدين مع استواء الظهر هذا ليس بظاهر. فهمت يا اخوانا ولا اقول تاني؟ عبارة ما فيش اسهل منها ولكن مع التأمل لها وان تقرأها بتؤدة وتأن. اقرأ تاني. وقضية كلامي ان الرفع هنا كالرفع للإحرام وان الهوية مقارن للرفع. وان الهوية هوية الايه؟
الهوية للركوع مقارن لرفع الإيد، يعني ما زال يرفع وهو ها يهوي. قال بس ده مش ظاهر، والأول ظاهر والثاني ممنوع. والأول ظاهر أن ابتداء التكبير يكون مع ابتداء الرفع، وليس بظاهر أن يكون انتهاء التكبير مع الهوي، لا ده ينتهي من التكبير قبل من رفع اليدين قبل الهوي. الله أكبر هكذا. أقوم أعملها لكم ولا خلاص كفاية؟ أنت بتقول كمل عندك. فقد قال في المجموع، فقد قال يعني الإمام النووي، هو في النهاردة هناك ناموس شديد. إيه اللي حصل؟ يمكن مش راضي عنا الناموس ده، من مذهب آخر غير المذهب الذي ندرسه. صرفهم الله. يلا كمل يا مولانا، فهمتوا الجملة ديت؟ فتحت هذه الجملة الحمد لله. البنات ورا فهموها؟ نفسي مرة واحدة يرفعوا ايديهم كده، فهمنا خلاص، يبقى كده الحمد لله فاهمين. كمل يا مولانا. فقد قال في المجموع، قال أصحابنا: ويبتدئ التكبير قائما ويرفع يديه ويكون ابتداء ويبتدئ التكبير قائما، يعني يبتدئ التكبير حال كونه قائما، يعني هيعمل ايه؟ الصعكات يقول هكذا: الله أكبر هكذا. ويبتدئ التكبير قائما، يبتدئ التكبير هو ويرفع يديه ويحطهما، ثم بعد ذلك يهوي. هي دي الهيئة. ويكون ابتداء رفعه وهو قائم مع ابتداء التكبير، ويكون ابتداء رفعه حال كونه قائما مع ابتداء التكبير، يعني يبتدي ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير. ماشي. فإذا حاذى كفاه منكبيه انحنى، حاذى كفيه منكبيه انحنى على طول هكذا، وضع يديه وانحنى. وفي البيان وغيره نحوه، البيان للعمراني شرح المهذب للشرازي نحو يعني مثل هذا الكلام. قال في المهمات: وهذا هو الصواب. المهمات للإمام الأسنوي ألفه من أجل أن يعترض به على الإمام الرافعي والإمام النووي في الروضة في الشرح الكبير. قال في الإقليد، في الإقليد والله أنا كنت فاكر صاحبه ولكن أنا نسيت مؤلف الإقليد، هجيبه لك من عندي. لم يحضرني الآن. قال في الإقليد: لأن الرفع حال الانحناء متعذر أو متعسر. صعب إن أنت وأنت بتنحني تبقى رافع إيديك هكذا إلى شحمتي الأذن، الصعب، والشرع لم يأتي بما هو صعب، فلذلك أعرضوا عن هذه الهيئة لأنها صعبة المنال. اقعد يا أخي، اقعد يا أخي، أنا مش هكلمك دلوقتي، أنا خلصت موضوعك خلاص انتهى، عندي درس دلوقتي. لأن الرفع حال الانحناء متعذر أو متعسر. جميل. متعذر يعني كأنه يعني محال عادة، أو متعذر هو ممكن ولكنه صعب جدا. افهم الفرق ما بين الاتنين، التعذر والتعسر. والجديد أنه يمد التكبير إلى، والجديد يعني الجديد من أقوال الإمام الشافعي التي قالها بعد أن دخل إلى مصر. والجديد أنه يمد التكبير إلى آخر الركوع. كان الشيخ الترمذي رضي الله تعالى عنه، هو من أندونيسيا، يقول يمد بمثابة سبع ألفات في الألف التي بين اللام وبين الهاء من الله، الله هكذا
سبع ألفات يعني سبع حركات، لأن هذا هو آخر المد. سبعة، نعم، قيد الجزئية دي، سبع حركات. أنهي بقى في الألف التي بين اللام وبين الهاء؟ الله أكبر. طيب كمل يا مولانا. والجديد أنه يمد التكبير إلى آخر الركوع لئلا يخلو في يمد التكبير إلى أن يستوي ظهره هكذا كالصفيحة الواحدة، لأنه لو كبر قبل أن يستقر ظهره وعنقه لحصل أن هناك جزء فعلي من الصلاة خلا عن ذكر. والصلاة هكذا كل فعل من أفعالها مصاحب لذكر الله سبحانه وتعالى، لأن كلها مبنية على الذكر. لئلا يخلو فعل من أفعال الصلاة إلى ذكر. الله، وكذا اكتب دي كده، ودي مهمة جدا، مبدأ من مبادئ الصلاة أن الصلاة لا تخلو من ذكر. وكذا في سائر انتقالات الصلاة لما ذكر. يعني وكذلك في سائر انتقالات الصلاة ينبغي أن يكون التكبير مستوعبا للفعل من أوله إلى آخره. ولا نظر إلى طول المد. ولا نظر إلى طول المد بخلاف تكبيرة الإحرام. يعني هو هنا عايز يقول إن تكبيرة الإحرام يسن فيها أن يسرع بالتكبير حتى لا تغيب النية، النية حاضرة في القلب، ولكن يسرع، لأنه لو غابت النية هيبقى فيه مشكلة، لأن احنا عندنا تكبيرة الإحرام ينبغي أن تكون النية مصاحبة ابتداء وانتهاء للتكبير، ولذلك ينبغي عليه أن يسرع بها الله أكبر حتى يتم لنا هذا الاستيعاب. أما هنا فيطيل لأن النية لا نريدها هنا. ولا نظر إلى طول المد بخلاف تكبيرة الإحرام يندب الإسراع بها لئلا تزول النية كما مضى. طيب يا طلبة، سؤال للطلبة، عندكم حاجة في المغني ولا انفكت عبارة المغني؟ الوقت ده وقتكم، انفكت يا مولانا كده. البنات ورا، في اي مشكلة في عبارة المغني؟ نوارة، في عندك حاجة في المغني؟ طب اخواننا البنات وولادنا البنات مفيش. طيب كمل يا مولانا. ويقول سبحان ربي العظيم. للاتباع، رواه مسلم. للاتباع يعني لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل هذا وأمرنا أن نفعل كما فعل، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وعندما نزل قال اجعلوا هذه في ركوعكم وهذه في سجودكم، ولكن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للندب، لأنه قد قامت القرائن عند المجتهدين من أصحابنا على أن التكبير وعلى أن التسبيح ليس واجبا. ماذا تريد؟ يعني ألا يمد الألف التي بين يعني اللام وبين الهاء. الله أكبر. سرعة يعني ألا يمد، لأن السرعة هنا مقابلة للإيه؟ لعدم للمد. أسرع يعني لم يمد، مد يعني لم يسرع، فالسرعة في مقابلة المد والمد في مقابلة السرعة، هذا هو المعنى، فاحفظ هذا وعض عليه بالنواجذ. ويقول سبحان ربي العظيم للاتباع، رواه مسلم. وعن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، يعني لما نزلت هذه الآية اللي هي فسبح باسم ربك العظيم، قال رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم اجعلوها في ركوعكم. اجعلوها يعني بأن تقولوها في ركوعكم على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب. قال ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال صلى الله عليه وآله وسلم اجعلوها في سجودكم رواه أبو يعني قولوها في السجود رواه أبو داود وابن اقرب والحكمة في التخصيص سيبك من ده والحكمة في تخصيص الأعلى لأن برضك هنا في فوائد لطيفة جدا لغاية ومعنى ولا يزيد الإمام كمل والحكمة في تخصيص الأعلى بسجود أن الأعلى أفعل تفضيل بخلاف العظيم أفعل تفضيل يعني إيه؟ يعني يقتضي المشاركة بين أمرين أحدهما زاد عن الآخر في هذا الوصف هو ده أفعل التفضيل يعني مثلا هذا الرجل يعني أقوى من هذا الرجل يعني الاثنين استويا في أصل القوة إلا أن أحدهما زاد عن الآخر في وصف القوة طب يعني سبحان ربي الأعلى أي والله دي أفعل تفضيل ده باعتبار الصورة خلي بالك ده أعلى باعتبار الصورة مش هناك شيء سواه في العلو إلا أن الله علا على هذا لا 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 مفيش يا ابني لا مفيش أحد مع الله في مثل هذا مطلقا أعلى هنا بمعنى أنه عالي وليس هناك أحد يشاركه في العلو لا ولكن هنا بيتكلم على أصل أو على صورة الكلام أما الحقيقة فليس هذا من قبيل أفعل التفضيل الذي يقتضي المشاركة مع زيادة أحد الطرفين في المعنى إذا وفي حد زي ربنا عالي يعني وربنا أعلى منه يعني ها والعلو هنا علو إيه علو منزلة وليس علو مكان اوعى تكون زي الجماعة اللي بيقول لك علو مكان المجسمة الذين مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية طيب يبقى هنا اعتبار الصورة بيقول ايه والله بيقول اعتبار الصورة ان اعلى دي افعل تفضيل جميل والسجود دوت اعلى من الركوع فجعل الاعلى للاعلى سبحان ربي الاعلى هي اعلى باعتبار الصورة افعل تفضيل والسجود عند مقارنته ببقية الأركان السجود أعلى وأفضل فجعل الأفضل مع الأفضل والأعلى مع الأعلى طيب وسبحان ربي العظيم هذه ليست صيغة أفعل تفضيل باعتبار الصورة فيجعل المطلق مطلق عن التفضيل مع المطلق عن التفضيل فجعل العظيم مع الركوع وجعل الأعلى مع الأعلى ها والمطلق مع المطلق المطلق اللي هو ايه اللي هو الركوع مع المطلق اللي هو الايه العظيم كمل هذه عبارات جميلة ولطيفة وفيها من المعاني التربوية الإيمانية الكثير ليت كل واحد يتذكر عظمة الله وكبرياء الله وعلو يعني مرتبته وعلو قدره وهو يركع وهو يسجد ها أن الأعلى أفعل تفضيل بخلاف العظيم خلاص ما دي خلصناها كده ثلاثا ها كمل ثلاثا لاتباع رواه أبو داود وقد يعني يسن أن يأتي بها ثلاث مرات سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وليأتي بها على تؤدة يسن أن يفعل هذا ها رواه أبو داود للاتباع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ها وقد يفهم من ذلك أن السنة لا تتأدى بمرة لأنه قال إيه قال ثلاث مرات ويقول سبحان ربي العظيم ده بيتكلم بقى على السنة المتعلقة بإيش
بيتكلم على السنة المتعلقة بالركوع. السنة المتعلقة بالركوع أن يقول سبحان ربي العظيم 3 مرات. طب ولو قال مرتين مش هي دي السنة؟ ده المفهوم من العبارة كده. ولو قال مرة واحدة مش هي دي السنة؟ هذا هو المفهوم من عبارة الإمام النووي رحمه الله تعالى. ولكن هذا المفهوم ليس هو المراد. ولذلك ممكن أن نأخذ شيء مهم جدا، ليس كل مفهوم مراد، مراد لصاحبه لقائله. ممكن عبارتي تروح لحاجة وأنا عايز أقول حاجة تانية. ولذلك فهم مقاصد الناس ومرادات الناس هو الفقه. فهمنا؟ كمل عشان الجملة ديت تكون لنا منهجا علميا متقنا. وقد يفهم من ذلك، يبقى المفهوم حاجة واللي أراده ها الإمام النووي حاجة تانية. لأن أحيانا العبارات قد لا تفي بالمقصودات. وقد يفهم من ذلك أن السنة لا تتأدى بالبرة، ولكن بالرضا. ولكن يبقى الشيخ الخطيب أراد أن يستدرك على الإمام النووي رضي الله تعالى عنهما. والاستدراك رفع ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم رفعه. يبقى الشيخ الخطيب أراد أن يرفع هذا الوهم، وهو أن السنة لا تتأدى إلا ب3 مرات. قال لا، ده أنت فهمت دوت، ولكن الفهم ده مش هو المراد، مش هو المطلوب. ولكن في الروضة برضك الروضة للإمام النووي عن الأصحاب، يعني عن الأصحاب أصحاب الإمام الشافعي. طب هو قال عنهم أصحاب الإمام الشافعي ليه؟ هم كانوا مصاحبين يعني؟ كانوا مرافقينه؟ لا، بس هم لما اتبعوه وصاروا على أقواله وعلى منهجه وعلى طريقة تفكيره جعلوا كأنهم مرافقين له ومصاحبين له. خلي بالك من التعبير ده، تعبير دقيق وجميل ومعبر عن تمام الاتباع وكمال السير خلفه في منهجه. طبعا المجتهدين هم دول الأصحاب. لكن عندما يقول واحد زي قال أصحابنا، كأنه يعني عندنا المصري يقول لك بيتمحك فيهم، من قبيل أن من جاور ورافق الرجال لعله أن يكون منهم. فلما تعد نفسك كده وتحط نفسك مع الأكابر، لعل ربنا ينعم عليك وتبقى منهم في يوم من الأيام. ولكن في الروضة عن الأصحاب أن أقل ما يحصل به الذكر في الركوع تسبيحة واحدة. يبقى شفت بقى المقارنة بين عبارة وبين عبارة المنهاج. عبارة المنهاج يفهم منها أن أقل الكمال في التسبيح لا يحصل إلا ب3 مرات، وأما عبارة الروضة فإنها تفيد أن أصل السنة في الركوع والسجود يحصلان ولو بمرة واحدة. واحفظ علينا إمامنا وشيخنا، واجعله دائما وأبدا قدوة للإسلام والمسلمين، ناشرا للعلم في أقاصي الأرض ومشارقها أجمعين، اللهم آمين. وطبعا شيخنا الألف واللام للعهد الذهني وانتوا عارفينه. يلا كمل. وقد يفهم بذلك أن السنة لا تتأدى بمرة. السنة لا تتأدى بمرة، ده اللي مفهوم كده من عبارة الإمام النووي في المنهاج. ولكن اللي مفهوم أيضا من عبارة الإمام النووي في الروضة أنها تتأدى بمرة واحدة. فلو قال في ركوعه أو في سجوده سبحان ربي الأعلى سجودا وسبحان ربي العظيم ركوعا حصلت السنة. شويبس يلا كمل.
بالرغبة عن الأصحاب أن أقل ما يصل به ذكر الركوع تسبيحة واحدة انتهى. وهذا هو المعتمد، خلي بالك اكتب عليه كده معتمد. يبقى شفت بقى، يبقى هنا ده ثلاثا محمول على كمال السنة. ده الكمال كمان درجات، أذكر هنا أن الكمال درجات، يبدأ بثلاث وينتهي بأحد عشر. ها، وذلك يدل على أن أصل السنة يحصل بواحدة، وعبارة التحقيق أقله سبحان الله أو سبحان ربي. عبارة التحقيق ده لمين؟ الإمام النووي. والتحقيق هو آخر ما ألفه الإمام النووي رضي الله تعالى عنه، وعبارته واضحة جدا. قال أقله يعني أقل التسبيح ركوعا وسجودا سبحان ربي، سبحان الله أو سبحان ربي، لأنه هو شاف أن المقصود هو تنزيه الله سبحانه وتعالى، وذلك يحصل بمرة واحدة بهذا اللفظ وبمرة واحدة بهذا اللفظ. ها، سبحان الله أو سبحان ربي، النسخة دي إيه، ورد ولا طب ده دار الفكر ولا دار الكفر؟ دي نسخة محرفة، نسخة محرفة. أنا عندي هنا أقله سبحان الله أو سبحان ربي. وأدنى الكمال سبحان ربي العظيم وبحمده. طب وأدنى الكمال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، يعني يقولها ثلاث مرات، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده. ها، ثم للكمال درجات، فبعد الكمال له درجات، يبدأ بثلاث وينتهي بأحد عشر. ها، الكمال درجات، فبعد الثلاث خمس، ثم سبع، ثم تسع، ثم احدى عشرة، وهو الأكمل كما في التحقيق وغيره. وهو الأكمل كما في التحقيق للإمام النووي وغير التحقيق، أن الكمال يبدأ بثلاث وينتهي بأحد عشر. وهذا الكلام لم يوافق عليه بعض المحققين كالتقي السبكي، قال ولا حد لها الكمال 200 300 400 500 50 ألف، 10 مليون السقف اشتغل، ما عند الله خير وأبقى. ها، واختار السبكي أنه لا يتقيد بعدد بل يزيد في ذلك ما شاء. الله، فاتح الباب للذكر، فالباب في الذكر مفتوح غير مقصود، ومقصود يعني ايه؟ يعني مغلق. لا، الذكر ده مبنى على التوسع. ها، والتسبيح لغة التنزيه. لا خلاص، بعد كده بقى هيقول لك ولا يزيد الإمام، اقرأ بقى من عنده ولا يزيد الإمام. ها، ولا يزيد الإمام على التسبيحات الثلاث، أي يكره له ذلك تخفيفا على المأموم. الله، يعني لو أتى الإمام بأربع في غير جماعة قوم محصورين راضين بالتطويل كره له ذلك. لماذا؟ لأنه عندما يأتي بالرابعة حتى ولو كان وقتها قليل، إلا أن الشارع أراد أن يعلمه وينبهه على أنه ينبغي عليه أن يراعي المأموم، فإن فيهم الضعيف، فإن فيهم ذوي الحاجة، فإن فيهم الذي امتلأ باللحم وظهره يتعبه من القيام. صح محمد أمين؟ طيب هتثقل ليه عليه؟ ما هو أصل هو ربنا عايزنا نعمل إيه يا أخوانا؟ عايزنا نعبده على غير ملل، وإحنا واقفين كده بنصلي ورا الإمام، الواحد ما يبقاش واقف وظهره مقوص، وبدل ما يعيش الصلاة، وبدل ما يخشع، وبدل ما يسمع وقلبه يتحرك، هيبقى بيتأفف. الله سبحانه وتعالى لا يريد هذا، يريدنا أن نعبد الله على خفة، مش تبقى واقف. أنا هقول لك حاجة، كان ليا بعض المعارف زمان
كان بيروح لأحد المشايخ، واحد المشايخ ده كان بيقيم الليل بحوالي طولة القرآن. هو طريقة تفكيرهم كده، خليه يقف كده لغاية ما تأرطم رجليه، ولما اتكلمه يقول لك سيدنا رسول الله كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه الشريفتان صلى الله عليه وآله وسلم. نعم هو كان يفعل هذا، ولكن لم يقصد أن تتورم قدماه، ولكنه من لذة المناجاة للمولى سبحانه وتعالى نسي حاله ونسي ألام قدميه. ده كأنه يا أخوانا دخل في حضرة المولى سبحانه وتعالى ولم يشعر بنفسه ولم يشعر بمن حوله، فحصلت له هذه الحالة. تبعا في بعض الناس ما بيفهموش إلا من النصوص إلا ظاهرها، وكأنهم يعني يرون أن تورم القدم مقصد من المقاصد الشرعية. قم حتى تتورم قدماك، قم حتى يعني تمتلئ بالدم قدماك، هل هذا مقصد؟ المقصد يا أخوانا أن نعيش، المقصد أن نخشع، المقصد أن ندخل في حضرة المولى، المقصد أن ننسى ألام الجسد في لذة المناجاة مع الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي ورد عن سلفنا الصالح. سلفنا الصالح يعني القرن الأول أو الثاني، مش السلف يعني حدد معلش، علشان المصطلح ده أصبح مصطلح ممتلئ باللبس والتغبيش والتهبيش والتنتيش، ألفاظ متقاربة في المعنى. فاللي حاصل يا أخوانا إن إحنا عايزين نعيش الحال كما عاشه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان ينهدم جزء من المسجد ويحترق والرجل يقوم في صلاته ولا يشعر بمن حوله، لماذا؟ كأنه سكر في حضرة المولى سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود، مش المقصود ان انت تقف. فكان صاحبنا ده يقوم الليل بعشر اجزاء، وكان صاحبنا ده يصلي وراه، ومرة صلى وهو قاعد حس ان واقف، حس ان ظهره اتشل لم يشعر بظهره، فجلس. فهو جالس كده اخذته سنة، ظل نايم تقريبا حوالي ساعة هو كده. وأول ما يعني فاق شوية بص لجنبه كده لقى الناس عمالة أشهد أن لا إله إلا الله، فعلا زي أشهد أن لا إله إلا الله وهكذا. يعني القضية هي القضية مش كده، القضية ينبغي علينا أن نتخول أنفسنا في أوقات النشاط فنعبد الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا كان الإنسان عنده شدة في النعاس لا يصلي، لأنه عسى أن يقوم يحمد الله ويشكر الله تلاقي بيسب. لا القضية مش كده، القضية ان احنا اهم من الشيء فهم الشيء. يعني الحل هو ان احنا نفهم ديننا، اما عبارة ان الحل هو ديننا، الحل هو ديننا، بس من حيث ايه؟ من حيث فهمه الراقي وتطبيقه الواعي. يبقى فهم راقي مع تطبيق واعي. طيب، وطبعا احنا بنقول شعارات واحنا داخلين يعني مسابقة انتخابية عشان ما نقولش شعارات. قال ولا يزيد، يبقى هنا ويكره له ذلك تخفيفا على المأمومين حتى وإن أتى بالرابعة وكان وقتها قليل. ده ربنا بيأدبه بيعلمه ألا يضر بالمأموم، ألا يزيد عليه، ألا يجعله يتأفف، ألا يجعله يمل من العبادة. ربنا مش عايز كده. ويزيد المنفرد، ويزيد المنفرد إن أراد أن يزيد. وإمام قوم، وإمام قوم محصولين راضين بالتطهير. وإمام قوم محصولين، هو عارف المسجد اللي بيصلي فيه ما بيصليش فيه إلا إخوانه الذين يحبون التطويل في الصلاة. هو عارف اللي بيصلي ورا كل يوم يصلي الفجر ورا حوالي 3-4، والثلاثة أربعة دول يعلم أنهم لا يعني يتأففون من تطويل الصلاة، فله أن يطيل وله أن يقرأ في اعتداله في ركوعه هذه الأدعية ويأتي فيها بما شاء من
الثناءات والإطراءات على المولى سبحانه وتعالى. ها، راضين بالتفضيل. يبقى أول حاجة محصورين. يعني إيه بقى محصورين؟ يعني عدد قليل يضبطهم الإنسان إذا أراد أن يعدهم بعينه. هو ده الحصر، خلي بالك، ده ضابط الحصر. راضين لقيد آخر، يعني ممكن يكونوا محصورين بس مش عايزين يطولوا، يبقى ينبغي عليه حينئذ أن يعني يسير معهم كما صاروا. راضين بالتطويل. ها، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك لك ركعت، لأنه لا يركع إلا للمولى، ولذلك قدمه المختص بالركوع لك، مش ركعت لك، لا، ده قدم المختص بالركوع، يعني لا أركع إلا لله كتقديم إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا إياك، لأن تقديم المعمول يدل على الحصر. وهنا نفس الكلام، ها، اللهم لك ركعت، يعني لا أركع إلا لك، سبحان الله، وهناك لا أعبد إلا إياك، ما بعودش حد تاني، خلاص، المعبود هو الله فقط، الذي يركع له هو الله فقط. ها، اللهم لك ركعت وبك آمنت. بص بص كمان، وبك آمنت، يعني لا أؤمن إلا بك، كله يدل على الحصر صلى الله عليه وسلم. ها، ولك أسلمت. ولك أسلمت، الإسلام تسليم كامل خالص بقلبك وعقلك وجوارحك، فكأنه يقول كلي أذعن وأسلم واستسلم لك يا ربي، فكما تأمرني أفعل وكما تنهاني أنتهي. ده سيدنا النبي هو دعاء صغير كده، ولكن به معاني تربوية عظيمة جدا. ها، مش ملابطة، لا، ده أسلم لله. ها، خشع لك سمعي وبصري. خشع لك سمعي، خشع سمعي يعني أصبح سمعي يعني خاشعا لكلامك، خشع لك يعني خشع لكلامك عند سماعي لكلامك، خشع لك سمعي يعني خشع سمعي، مش سمعي كمان بس، ده أطلق السمع وأراد الكل. ها، يعني أطلق الجزء وأراد الكل، يعني خشع كلي عند سماعي لكلماتك ولآياتك. خشع لك سمعي وبصري. السمع والبصر، السمع لأن به ها يستقبل، والبصر لأنه يرى المبصرات المرئيات. ها، ومخي وعظمي وعصبي، يعني كلي، كل يا أخي صلى الله عليه وآله وسلم. ها، كمل. زاد ابن حبان في صحيحه، وما استقلت به قدمي بكسر الميم وسكون الياء. قدمي مش قدمي، هو ضبطها ليه؟ لأنها مشتبهة بقدمي، لحسن حد يفتكر إن هي تثنية، تثنية قدمي، بس لو كانت تثنية كان أتى بالألف قدماي. ها، ولكن هي مفرد قدم. وما استقلت به قدمي، طب هو ليه قدم واحدة؟ ما هو ده مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم، حتى ولو كان له ثلاثة أقدام فتعم الثلاثة أقدام، ده تفكير يعني خيال. ها، وهي مؤنثة، قال تعالى يعني القدم مؤنثة، بتقول هذه قدم ولا هذا قدم؟ هذه قدم صدق. ها، قال تعالى فتزل قدم بعد ثبوتها، فتزل قدم بعد ثبوتها. طب هو عايز يستدل بها على ايه؟ على التأنيث. لا يا سيدي، فتزل، ما قالش فيزل، ها، التأنيث اهو، قال فتزل قدم بعد ثبوتها، ثبوتها، ما قالش ثبوته كمان، ده التاء للتأنيث والضمير أيضا للتأنيث، يبقى استدل بهذه الآية على تأنيث القدم. ها، كمل. ويجوز في استقلت إثبات التاء وحذفها على أنه مفرد،
وهذا هو الذي استعمله هنا. ولا يصح هنا التشديد على أنه مثنى لفقدان ألف الرفع. صحيح، لأنه هيبقى مرفوع، يبقى كان مفروض يقول ايه؟ قدماي. ها، ولكنه لم يقل هذا. كمل. ولفظة مخي مزيدة على المحرر. هذا مما زاده الإمام النووي في كتابه المنهاج على محرر الإمام الرافعي، يعني جملة مخي مش موجودة في المحرر، لكنه زادها لأنها موافقة للنص النبوي، لأن الإمام النووي ظهرت معه الصناعة الحديثية. صناعة الحديث من ضمن الأشياء التي تدل على يعني صناعته الحديثية. ها، ولفظة مخي مزيدة على المحرر وهي في الشرح والروضة. الشرح ايه بقى؟ الشرح الكبير للإمام الرافعي، والروضة روضة الطالبين. وفيهما وفي المحرر وشعري وبشري بعد عصبي. وفي آخره لله رب العالمين. طيب، عند ذلك إن شاء الله ننتهي في قراءة هذا القدر. كم بقي إلى صلاة العشاء؟ طب كمل خمسة. طب كمل لغاية أما نقف عند الاعتدال. قال في الروضة: وهذا مع الثلاث أفضل من مجرد أكمل التسميه. سواء أنت فين؟ تطرت رحت فين؟ قال في الروضة: وهذا مع الثلاث، يعني عندما يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ويأتي بهذا الدعاء أفضل من غيره. ها، أفضل من مجرد أكمل التسبيح، يعني أفضل من أن يقول سبحان ربي العظيم 50 مرة. ليه؟ لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالاتباع. ها، قال في المجموع: وتقرأ القراءة في الركوع وغيره من، يعني قراءة القرآن، تكره قراءة القرآن لأنه يجعل شيئا في غير موضعه. إذا يعني هو قراءة باعتبار هذا المحل مكروه، يعني ما تقرأ ليش الفاتحة وانت راكع، ولا قل هو الله أحد، ولا سورة البقرة وتطيل، لأن الركوع والسجود ليس محلا لقراءة القرآن، وإنما هو محل لتسبيح الله ولذكره وللثناء عليه. ها، يعني الركوع والسجود والاعتدال والجلوس بين السجدتين وهكذا. إلا القيام، فالقيام محل للقراءة، يقرأ فيه الإنسان ما يشاء. انتهى كلام الإمام النووي في المجموع. ها، والحكمة بوجوب القراءة في القيام والتشهد في الجلوس وعدم هو بيتكلم على ما هي الفائدة أن نقرأ في القيام، وما هي الفائدة في أن يعني نجعل الركوع للتسبيح، وأن نجعل الجلوس للتشهد وهكذا. ها، أنه في القيام والقعود ملتبس للعادة. الله، القيام والقعود ملتبس بالعادة، لأن القيام من حيث هو دي عادة وليس عبادة. طب والجلوس من حيث هو عادة وليس عبادة، فجعل القراءة للعادة حتى تنزعها من العادية إلى العبادية. ها، كمل. فوجب فيهما ليتميز عنها. يتميز يعني إيه؟ يعني تنزع من حالة العادة وتجعله مضموما إلى حالة العبادة. جيد. ها، أي الركوع والسجود ده عبادة، ما فيش حد من عادته أنه هو يركع على طول ويسجد، لا ما فيش الكلام ده، لكن القيام والجلوس لا، ده في أصله ما عادة، فوجب فيهم القيام من أجل التمييز. وأما الركوع والسجود ده هما بذاتهما مميزين. ها، ويستحق الدعاء للركوع لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر أن يقول في وسجوده سبحانه، ولكن يقصد هنا مطلق الدعاء، تدعو بما شئت بقى دينا ودنيا. ها، لكن
اه باللغة العربية مش بالملهوية. ها؟ لو دعوا بلغة أخرى لا ما فيش مانع، يدعو ايه المانع ان هو يدعو بلغتك؟ تدعو بلغتك. ها؟ داخل الصلاة؟ نعم لا مانع. ادعي بلغتك. ايه؟ مش سامعك. لا لا ده هو بيتكلم على الدعاء في الركوع والسجود، هو بيتكلم ملاوي وبيتكلم بالعربية، هل يا ترى يعدل عن الدعاء في الركوع والسجود بالعربية إلى الملاوية؟ نعم يجوز، لأن المقصود المعنى. هو أنت متعبد بهذه الأذكار لكن أنت في القراءة قرأت القرآن؟ لا ده القرآن معجز ولذلك لا يقوم مقامه غيره. ها كمل. ويستحب الدعاء في الركوع لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، رواه الشيخ. الله. ولا ولذلك شوف عبارة رائعة جدا، إنه هنا وسع في الدعاء ولم يقتصر على يعني ما ثبت بنصه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كان ما ورد عن رسول الله يعني كأنه قاعدة أنه يستحب الدعاء في هذا المكان، ولكن شخص ما دعا به رسول الله يجوز أن نوسع عليه، لأن المقصود هو الدعاء والثناء على المولى سبحانه وتعالى. ها كمل. الثالث من الأركان الاعتدال. يبقى هنا سوف نتكلم على السادس من أركان الصلاة وهو الاعتدال بعد الركوع. ها السادس من الأركان. طيب عند ذلك نقف ونختم درس اليوم سائلين الله تبارك وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا. قبل أن ننتهي بالنسبة للدرس للطلبة على وجه الخصوص، هل لأحد سؤال يتعلق بما قرأناه اليوم؟ ها قل. تجاوز هو يسأل سؤال ويقول هب أنه زاد في ركوعه إلى أن تجاوز، يعني هو في هذه الحالة هل يا ترى هو أقرب للسجود؟ إن كان أقرب للسجود زالت هيئة الركوع. طب يا ترى لو كان مسافته للسجود مثل مسافته لي يعني الركوع هو ما زال راكعا، لكن لو كان للسجود أقرب زال اسم الركوع ولم يعتبر هذا، ولو كان يعني كأنه بالنسبة للمسافة مستوي في الركوع ومستوي في السجود فيجزئه هذا إن شاء الله. ها إيه تاني سؤال؟ طيب لا انا اعلي صوتك، ارفع صوتك. وهو جالس ها كيف ركوعه؟ لا سياتي النص عليه في صلاة الجلوس، سياتي النص على هيئة الركوع في الجلوس. أوكي. فنؤجلها الى مكانها، نؤجلها الى مكانه لانه سيتكلم عليها في مكانها المعتاد. يركع وركع ثم رفع ثم ركع مرة أخرى، بطلت صلاته لأنه زاد في صلاته يعني ما هو ما هي مستغنية عنه، ده واحد ركع وبعد ذلك اعتدل وبعد ذلك ركع مرة ثانية في غير صلاة الكسوف والخسوف بطلت صلاته، واستقر هكذا ثم بعد ذلك رفع ثم بعد ذلك ها سجد بطلت صلاته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك
كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. الله.